تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة رعاية سمو رئيس الوزراء الموقر للملتقى الحكومي 2018 للعام الثالث على التوالي. هذا نصها. صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أرفع إلى سموكم الكريم أسماءية الشكر والتقدير على رعايتكم الكريمة للملتقى الحكومي 2018 للعام الثالث على التوالي، مما يجسد حرص سموكم على ترسيخ المزيد من أسس الإنجاز للإسهام في تنفيذ الرؤى الطموحة للمسيرة التنموية الشاملة لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إن رعاية سموكم للملتقى الحكومي 2018 تؤكد على ما تعونه سموكم حفظكم الله من اهتمام بمواصلة تحديث وتطوير أداء العمل الحكومي لتحقيق الأهداف المنشودة للمملكة عبر توجيهاتكم وحرصكم الدائم نحو تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية التي ينعكس أثرها على نماء وازدهار الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين. إننا اليوم وفي هذا الملتقى بنسخته الثالثة نحرص جميعا على المشاركة فيه من أجل استعراض المنجزات التي تحققها الجهات الحكومية المختلفة، ونتشارك ذلك من خلال القيادات التنفيذية بالحكومة الرؤى والخطط والأفكار للدفع بمسيرة العمل الحكومي والوصول بأدائه إلى مصاف الحكومات ذات الممارسات العالمية المتميزة في ضوء ما يتم اتباعه اليوم بربط كافة البرامج بالتنمية المستدامة، سائلا الله أن يوفقنا لما فيه خدمة هذا الوطن العزيز وتحقيق التطلعات المنشودة لما فيه خير صالح الجميع، داعيا الله العلي القدير أن يمتع سموكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يسدد على طريق الخير خطاكم لخدمة مملكتنا الغالية، ودمتم سالمين موفقين. ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.